السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا معاكم آية. وحشتوني مرة مرة مرة، حاسة إن بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات على اليوتيوب، والنهاردة جاية لكم بفيديو جديد وهو مشتريات فنية شهر 6 وشهر 7 اللي هو الشهر ده. بحس إن الفيديوهات المشتريات أنتوا بتحبوها أكتر حاجة، فقلت يلا ننزل لكم فيديو. أنا كنت عايزة أنزله على آخر الشهر بس قلت يلا خلينا ننزله، وهو فيديو طويل برضو. طيب يلا نبدأ. بسم الله. أول حاجة جبت قطاعة، عفوا شفرة، لقطاعة بتاعتي اللي هي البيبر تريمر، أو اللي هي اللي بتقطع الورق بشكل مستقيم، لأني استخدمتها بطريقة يعني ما عملت ال 500 كارت بتاع المستشفى بتاعت نيويورك البتاع، يعني من بعد كده البليد نفسها والشفرة مبقتش تشتغل، فطلبت بقى من أمازون. من أمازون شفرة، فبس هي بيجوا شفرتين، وطبعا لازم تجيبي شفرة، لازم تتأكدي رقم الموديل يمشي مع نفس الأداة اللي عندك. بعد كده جبت جبت مسطرة تي رولر، بحبها قوي في الشغل لأنها بتثبت، لأن أحيانا لما بحط المسطرة بتطلع ممكن معوجة، فالتي رولر اللي هي المسطرة اللي عليها حرف التي أو اللي هي على شكل حرف التي بتظبط لك كل حاجة، ابني دايما بيكسرهم. وآخر حاجة من أمازون جبتها اللي هي التويزرز، أو اللي هو الملقاط بس بيكون للورق. بعد كده جبت من محل اسمه ناتو شابي، ناتو شابي شوب، محل واحدة اسمها يعني صاحبته اسمها جيمي، مرة على السولة وانا في الديزاين تيم بتاعها، بس احنا بنشتري الادوات طبعا لان هي يعني حاجة صغيرة كده، بس صغير على قد. المهم انا فرجت الريليس الجديد من ويمزي ستامبس. ويمزي يعني بدأت أتعرف عليهم مؤخرا، أنا أعرف الشركة فاشتريت كام حاجة كده، وإن شاء الله أبدأ أشتغل عليهم وأجرب منتجاتهم. بس هي يعني الديزاينز بتاعتهم أو الإلستريشنز أو رسمهم مرة كيوت، يعني أنا نفسي أبقى زي البانجوين ده على دونات وفي البحر وأنسى نفسي بقى، بس الكورونا بقى يلا. بعد كده عندنا ستامب على شكل دير او اللي هي الغزالة، مرة كيوت. وحاجة لاحظتها ان هم يعني بعض الرسومات بتاعتهم بيحطوها على اللي هو الريد رابر اللي هو لونه احمر ده، وبعضها بيبقى فوتو بوليمر اللي هو شفاف، وده ستامب مرة كبيرة، باك جراوند ستامب، او ستامب تنفع للخلفية على شكل شجر وطريق، يعني فتنفع تعملي سين او مشهد للكارت بتاعك. بعد كده عندنا ستامب في اللي هو الجينومز، انا ما اعرفش بالعربي اسمهم ايه، بيفكروني بصراحه بالسنافر، فاكرين الكرتون بتاع السنفور ومش اسمها ايه، قريه السنافر يمكن، سو كيوت. واخر حاجه او ما قبل الاخير دي ستامب برضو، بس بتاعه الارتست بقى اللي فيها الوان وفرش بقى وحاجات كده، فانا متخيله كارت حلو ممكن اعمله بالالوان كلها. بعد كده جبت قطاعة من ام اف تي او ماي فيفرت ثينجز على هيئة بركان، ودي بتعمل كارت متحرك ما شاء الله هنعمله سوا. وجبت قطاعة على شكل بتقص امواج بحر اللي هي الويف ويف اي ويفز، ده برضو من اصدارهم الجديد. وبرضو جبت ستانسل على شكل ويف، شكلها شوية مميز يعني مش نفس الويفز العادية، وهم تقريبا واخدين نفس الاسم، مش عارفة موشن حاجة. انا هسيب لكم اسماء المواقع في صندوق الوصف. وخليني اقول لكم على السؤال اللي بتردد كتير، آية اجيب الحاجات دي من مصر ولا من السعودية او طيب، فانا هتكلم هقول لكم كذا حاجة، وانتوا بقى شوفوا المشتريات، نشوف المشتريات سوا. طيب يا جماعة، انا الحاجات عشان انا عايشة في امريكا فبجيبها من امريكا، اما كنت عايشة في السعودية كنت بعمل ايه؟ عملت اكاونت في امريكا، رحت لمحل فيديكس، وكان عندهم خدمة اسمها ستور تو دور، انا بتكلم عن السعودية دلوقتي، ستور تو دور. فالخدمة دي بيعملوا لك اكاونت في امريكا او حساب ادرس في امريكا، وهو حساب وير هاوس زي مخزن بيستلم كل حاجة، فانت تقدري تشتري من امريكا من كل مواقع اللي انت عاوزاه، وبتحطي العنوان اللي في امريكا اللي في فيديكس ادتولك باسم معين وبرقم معين وبيانات معينة. طيب فانتي لما بتعملي حساب معاهم بتدخلي على الموقع وبتقولي مثلا انك عاوزين يشحنوا لك الحاجات امتى، هل كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر؟ انا كنت بعمل بصراحه كل شهر واحيانا كل شهرين، يعني على حسب انا شاريه ايه او ايه اللي هيتاخر او ايه اللي هيجي بدري، بس يعني كنت بعملها كل شهر او كل شهرين. طيب وانتي ممكن تغيريها يعني من الموقع نفسه من حسابك. طيب
فبعد مثلا يعدي شهر بيقوم بيبعتوا لي مثلا ايميل بيقولوا خلاص احنا جهزنا الباكج بتاعتك، وهيبقى وزنها مثلا كذا، وهتدفعي كذا، وهتدفعي مثلا في بدفع عمال المسلم الحاجه، بروح فيدكس بيكلموني يقولي والله عندي وصلت لك شحنه من امريكا، بروح استلمها وبدفع لهم الفلوس. هي دي باختصار. طبعا في مواقع في السعوديه، طبعا في، طبعا بيان البركاتي غنيه عن التعريف، انسانه جميله قابلتها كذا مره قبل ما اسافر، قعدنا سوا، عندها موقع اللي هو narsim.com. انا ما اعرفش هي هل هي عندها كل حاجه ولا لا، بس انا عارفه ان هي بتحاول تجيب حاجات. طيب في الكويت كان في موقع انا مش عارفه برضو شريفه هتفتحه ولا لا، اسمه يا الله اسمه ايه، Crafts and More. ممكن تروحوا كلكم لشريفة العصفور، هسيب حسابها في الانستغرام وقول لها رجعي المحل تاني يعني لو تقدر، انا ما اعرفش، بس هو كان مرة كبير بيبيع كل حاجة تقريبا. واخر موقع في دي الحاجات اللي انا عارفاها، يمكن يكون في موقع وانا مش عارفاها. واخر موقع في الامارات اسمه Pretty Paper Studio. أنا صاحبة الموقع ده أنا اشتغلت معاها، كان بينا شغل بس ما كملناش مع بعض يعني ما اتفقناش، بس هي ست كويسة يعني، بس عندها موقع بتبيع منه حاجات، موقع كبير يعني، وبتدي كورسات أونلاين وكل حاجة، وبتشحن طبعا للسعودية، بتشحن لكل مكان، وهي بتجيب حاجات جديدة أول بأول. فالناس اللي كانت بتسألني على الكحول إنكس، الناس هتتجنن على موضوع الكحول إنكس يجيبوها منين، هي بتبيعها. حاجة تانية للكحول إنكس أنا المفروض كنت أبينها في موضوع الفيديو بس ما جاش في بالي إن الناس هتحبه، إنه أما جيت طلبت أول مرة أطلب تقريبا كان 2014، أما جيت أطلب الكحول إنكس من أمازون وجات على العنوان الأمريكي بتاعي، فما جم يشحنوها بعتوا لي إيميل قالوا إن في آيتم مش هينفع نشحنها لك. إيه هي يا جماعة الكحول إنكس؟ ليه يا جماعة؟ أصل مكتوب عليها الكحول والسعودية ما بتدخلش حاجة كحول يا جماعة، ده مش أكل ولا شرب، ده ألوان، ألوان كحولية يعني. وقالوا لنا لازم تجيبي لي ورقة، ودخلت على الموقع وجبت كل المواصفات وكل حاجة ممكن أثبت لهم إن هي ألوان، بس إن هي كحولية يعني إن هي كحول بيس، مش ووتر مثلا، مش بالمية ولا في أي حاجة، ولا رجع ولا ما شحنوهاش، معرفش رموها تقريبا، رموها لأن معرفش يرجعوها الأمازون حتى. فأنا كنت ساعتها فاكرة إن أنا اشتريت 3 باكج من كحول إنكس ورموهم، ما رجعهمش. فدي نقطة لازم تخلي بالكم منها، ما أعرفش يمكن الأمور اتغيرت دلوقتي في السعودية، يمكن هيبدأوا يدخلوا الكحول، أنا مش عارفة، هي يا جماعة مش مشروبات يعني، بس إن هي ألوان، يمكن شوية يكون الكونسبت اختلف. وأنا حقدر إن في ناس ما بتقاش عارفة حاجة فبتخاف يعني، مثلا لو تعرفوا زهرة، دكتورة زهرة، هي برضو كرافتر، وحكت لي ان هي برضو ما تجيلها مثلا باكجز تشتري مثلا احبار بيبهدلوها في الجمارك، لازم يكشفوا عليها وعلى الاحبار ويتولي ويقعد يشوفوا لازم المكونات بتاعتها، لان هو حاجة مش عارفينها، ومهما تشرح لهم وهم ولا همهم يعني، فاهمين ازاي يعني، الامن الوطني او حاجات كده، كلام كبير عندهم اهم. ففي بعض الدول كده ممكن تشدد على الحاجات، بس انا ما اعرفش. فانت عشان ما تجيبيش، ما تشتريش من امازون وفجاه يقول لك لا والله احنا مش هنبعت لك، يعني اسالي، بس ما اعرفش تسالي مين او مين يقدر يساعدك، لان اغلب الناس ما بتبقاش عارفه انت شاريه ايه، ولا مهما تشرحي لها مش هتقدر اللي انت بتقوليه، فدي مشكله. فانا اي هوب لو انتم مثلا هتجيبوا من الامارات من الموقع ده، هحاول اسيب لكم الحاجات دي كلها، الاسماء في صندوق الوصف، تفيدكم يعني، او تقول لكم اه عادي مثلا من الامارات هياخدوها، انا برضو مش عارفه، بس انا بقول لكم التجربه اللي حصلت معايا. فهي دي المواقع اللي انا عارفاها، غير عن كده ما اعرفش حد، بس الامارات اكيد، الامارات اكيد فيها يمكن غير الموقع ده، بس انا ما اعرفوش، بس الموقع ده عشان اتعاملت مع صاحبته اي ثينك اسمها نيلوفر. anyway انا قلت لكم باختصار اجابة السؤال، وبرضو اللي عاوز يطلب واغلب المواقع اللي انا يعني بطلب منها بتشحن دولي يعني لاي مكان في العالم، بس في بعضهم بيخصص دول معينه بسبب الكوفيد 19 او الكورونا. ف anyway هم بيبعتوا يقولوا لكم، ولو حد عنده اي سؤال او مش عارف يشتري عادي يا جماعه يبعت لي على انستغرام وانا احاول ان انا اساعده. طيب كان في حاجة لا إله إلا الله كنت عاوزة أقولها تاني. كل ما كانت الباكج بتاعتكم أتقل أو فيها حاجات كتيرة، سعر الشحن بيقل. يعني مثلا أنا
لو انتوا تبعين انستغرام كنت عامله صفحه ان انا الحاجات اللي انا خلاص ما بقتش عاوزاها من ادوات الفنيه ببيعها بنص السعر يمكن اقل، بس يعني جوه امريكا عشان الشحن جوه امريكا رخيص مش غالي. ففي واحده كلمتني من السعوديه قالت لا انا عاوزه صندوق، كنت عارضه كذا صندوق يعني. المهم رحنا سألت في المكتب، فقالت لي يعني ميدل ايست الصندوق ده هم عندهم في بعض الصناديق بالوزن ثابت، يعني في صندوق هو كده الشحن بتاعه $25 مهما كان قد ايه وزنه يعني. المهم فطلع لي السعودية تقريبا ب 75 او $76، بس هي ساعتها الست ما قالت ليش اكزاكتلي بالضبط كم لان كان في تاكسس وحاجات كده. المهم فهي خدته، بس طبعا الحاجات اللي كانت جوه الصندوق يعني let's say تقريبا $400 على الأقل، أنا كنت بايعه ب100 ودفعت زيادة فوق المية $75 تقريبا، والحمد لله وصل لها. طبعا أنا شحنت لها عن طريق let's say اللي هو البريد العام اللي في أمريكا، فأخذ تقريبا 14 يوم لحد ما وصل لها. لكن لو لقيته مثلا الشحن غالي شوية ممكن يكون DHL طبعا بيوصلك في أسبوع وأغلى، فدي حاجة يعني فان مثلا لو البريد الأمريكي العادي مثلا في السعودية هتستلمه عن طريق البريد السعودي. طبعا أنا البريد السعودي تعاملت معه مرة كتير، ويعني حاجات ضيعوا لي حاجات وكسروا لي حاجات وحاجات وصلت الحمد لله، بس يعني لازم تبقي فوق رأسهم لحد ما تاخدي الحاجة. anyway أنا بحكي لكم كل القصص دي ليه عشان تعرفوا بس موضوع الشحن الدولي هو موجود بس للأسف هو غالي. فحتجيب DHL هيوصلك في أسبوع وكله تمام هتفاق كتير، لو الشحن العادي هيبقى أقل بس ممكن ياخد 14 يوم ولازم تبقي ورا البريد السعودي. مصر للأسف أنا معرفش معشتش في مصر فللأسف مش هعرف أفيدكم، فأنتوا ممكن تروحوا لقناة زهرة هي تفيدكم، وهسيب رابط القناة بتاعتها في صندوق الوصف. طيب نكمل بقى الحاجات المشتريات. أنا معرفش في حاجات كتير عدت بس يعني أغلبها ستامس وقطعات. طيب هنا اشتريت فويل، انا بجيب فويل بس ما جربتوش يعني، انا جربته من غير ما اصور له فيديو فحبيته، فان شاء الله لازم انزل لكم توتوريال عن الفويل او الفويلينج. طيب جبت ورق من سايمون سيستام الكارد ستوك، يا الله الورق ده انا تكلمت عنه كتير جدا، من جينا كي، مره حلو، كواليتي ممتازه، ورق تقيل يعني بستمتع بجد وانا بعمل البروجكت. طبعا الحاجات دي اغلب الحاجات انا استخدمتها فمرة حلو. طبعا جينا كي لها موقع تاني بس أنا طلبت من عنده ورق وحوريكم دلوقتي في الفيديو، بس كان عندها حاجات كتير out of stock مبيوعة يعني، مش عارفة لو شايفين أنا كنت ربطة دماغي ما ترجعوش الفيديو وتوقفوا، كنت ربطة دماغي كنت مصدعة اليوم ده، بس قلت لازم برضه أصور وريكم الحاجات لأن وانس إن أنا بحطها بتختفي خلاص، لو افتكرت بطلعها تاني. اوكي طيب بعد كده الساعة واحدة الساعة 2 الصبح. طيب بعد كده عندنا ميل برضو من جيمي ناتو شابي شاب، وهو الإصدار الجديد لون فان. جيمي شوب دايما عندها 10% تخفيض 10% دائما ثابتة في المحل بتاعها، بتستخدموا كوبون اسمه جيمي، هحاول برضو اكتبه لكم في صندوق الوصف، ولو نسيت يا جماعة فكروني في الكومنت. واللي بيشتري فوق $60 بتدي له هدية دايما، فهي دتني الهدية الديناصور عفوا او الدراجون ده. طيب هنا بقى الإصدار الجديد من لون فون، كان سو كيوت، كله بقى عن ايه القصر وقلعة وبرنسس وحاجات طايرة وكده. دي ستامس مرة كيوت فيها فئران وحاجات كده انس بتلعب مع بعض. حاجة تانية كنت عايزة اقولها لكم علشان كان حد سألني السؤال ده تقريبا على انستغرام، انه موضوع ان الستامس شوية غالية، هي كتير غالية مش شوية غالية بصراحة، ولكن فانتوا ممكن تستنوا ان يبقى في تخفيض. يعني زي دلوقتي جيمي انا دايما بحب اشتري من عندها، لو عندها الحاجة اللي انا عاوزاها على طول عندها 10% تخفيض، بلس بتعمل فري شيبينج بس طبعا جوه امريكا، بلس بتدي هدية فوق اللي بيشتري $60 يعني فري شيبينج وهدية لو اشتريتي $60 وما فوق، وبعض المواقع كده يعني بس مش كلهم، بس هي دايما عندها 10% تخفيض. فانتوا ممكن تستنوا كده يبقى موقع عنده تخفيض كوبون، او طبعا الكل بيستنى للبلاك فرايداي لان الاسعار بتنزل
يعني تبقى 20 10 30، يعني أحيانا يعني ممكن تبقى 40 بس مش دايما. يمكن هو السيزكس الوحيد اللي أحيانا بتبقى بيعمل لحد 80% سيل، بس عندي يعني شركة كبيرة، الباقيين شركات صغيرة. بس أهم حاجة ما تشتروش حاجات مقلدة أو حاجات ما عندهاش باكجينج أو حاجات معمولة في الصين، كلهم بيسرقوا الديزاينر دي. ناس ما عندهاش أي أخلاق ولا ضمير، بيسرقوا كل التصاميم بتاعت الشركات وبيبيعوها بأسعار رخيصة وكواليتي سيئة جدا جدا جدا. والحاجات اللي بيعملوها دي اللي في موقع علي بابا أو علي إكسبرس بيدمروا الناس دي وبيخربوا بيوتهم بجد. لأن ما انت تعملي حاجة وتدفعي عليها فلوس وفجأة تلاقي حد سرقها، وطبعا مش بسهولة، ان يعني صعب الواحد يقف في وش الصين لأن الكل معتمد على الصين في الصناعة. فاحنا أهم حاجة ان احنا ايه ما ندعمهمش الناس دي، لأن اما احنا ندعم الحرامي كأننا بنقول له ممتاز go ahead، واحنا انت اسرق واحنا هندعمك وهنشتري منك. حاجة تانية برضو عايزة انبه عليها، الناس اللي بتعمل بيزنس او عايزة تعمل مثلا ستامس، يعني بيزنس صحف الستامس والحاجات دي حاجة ممتازة، بس انتي ارسمي رسوماتك، انتي صممي رسوماتك. ما تكلميش في الناس اللي في الصين اللي انتي عارفة ان هما بيسرقوا حاجات الناس شغل الناس، وتقول لهم والله اعملوا لي كذا وانا عاوزة كذا، ويحطوا بس اسمك على السم. عشان انا شفتها يعني حد اعرفه كذا، حد لقيت عنده ديزاينز بتاعت شركات معروفة وحاطة اسمها عليه، وانا عاوزة اقول اسمها يعني مش عشان انا مثلا انا معرفهاش اصلا، ولكن يعني ولا حكيت اني عايزه اخرب بيوت حد، بس يعني مش عايزه اقول اسمها، بس هي حاطه اسمها على حاجات مش حاجتها. يعني يعني ستام بتاعت التونو حاطه اسمها عليها، ستام بتاعت مش عارفه ايه حاطه اسمها عليها، لا وعامله كمان ماشين اللي هي البيك شوت، حاجه زي البيك شوت حاطه برضو اسمها عليها. عايزه اقول لها اصلا ان شركه سيزكس رفع قضيه على واحده من الشركات الكبيره هنا عشان خدوا نفس الحاجه اللي هم عملوها، اللي هي بس البيك شوت اللي هي الصغيره اللي هي الميني، عشان هم قالوا ان هم عاملين بيتنت يعني براءه اختراع، يعني ما ينفعش حد ياخدها باي اني مين. طبعا للأسف ودي حاجة جدا سيئة أن في الدول العربية ما فيش حقوق للحاجات دي أو للناس اللي بتصنع أو الحاجات دي، إلا بقى لوحات أو محاميين وحاجات كده. فمش بالسهولة كده تحطي اسمك، يعني لازم يبقى عندك انتجريتي، لازم يبقى عندك شوية ضمير، مش تاخدي رسومات الناس وتحطي اسمك عليها. ارسمي وصممي وبعتي ويعملولك. مش عيب ان الواحد يصنع في الصين، طبعا هم ارخص وكل حاجة، يعني مش لازم الكواليتي تبقى احسن حاجة، ولكن ما ناخدش شغل الناس، ومش ما تعتمديش عليهم ان هم اللي يقولولك والله احنا عندنا ستامس عن الحج وستامس عن العيد وعن مش عارفة ايه، يلا ادفع حط اسمي. دي حاجة جدا جدا سيئة، وحاجة مرة يعني مش عارفة بتبين ان الشخص ده ما عندهوش فكر اللي بيده، مش فاهم هو بيعمل ايه، ما يعرفش يعني ايه بزنس بصراحة، بزنس كده يعرف يشتري يعني يجيب زباين. فانيوي الحاجة دي صراحة مرة بتنرفزني، ودي كانت حاجة يعني من اسباب برضو بتخليني ان انا ما فكرش حتى اعمل. انا حلم يعني حلمي ان انا اعمل الشركة بتاعتي اللي هي تبقى برضو متخصصة في الادوات الفنية كلها، ولكن الصين عقبة عقبة، يعني انت مش هتدفعي الافات الدولارات وفي النهاية تلاقي الصين خدت كل حاجاتك كده for free وانت مش عارفة تقفي قصادهم. anyway احنا عندين بنسولف النهاردة فانا مش عايزة حد ياخد كلامي بنيجاتيفيتي بسلبية. اللي انا عايزة اقوله اللي عاوز يعمل حاجة يعملها، بس يعملها بضمير ويعملها من شغله هو، ما ياخدش شغل الناس. أما تقولي أنا ما عارفش إن هم بتوع كده، ده عيب، عيب إنك تقولي كده، عيب إن واحدة هتعمل بزنس ويبقى لها اسم في السوق وتقول أنا ما عارفش أو ما خدتش بالي. الحاجات دي it's not acceptable. أنا درسة بزنس، صحيح ما عنديش بزنس خاص بيا، بس أنا درسته، و يعني في حاجات كتيرة كده بحس ان الناس بتمشي بالبركة. ويعني هو حلو طبعا الواحد يعتمد على ربنا وكل حاجة، بس لازم كل حاجة لها اصولها، مش بالبركة كده ماشيين معرفيش احنا رايحين فين. anyway يا جماعة خلينا ندخل في مواضيع كتير، نرجع ليه موضوع الورق الجميل اللي بقولكم عليه من جينا كاي، مرة 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 حلو. يعني مش عارف، او انتوا كلكم روحوا البيان خليها هي تجيب لكم الحاجات دي كلها، عندها في الموقع بتاعها، انتوا اضغطوا عليها
طبعا هي حتوفر لكم الشحن يعني والتراكينج نمبر بقى والهاسل والكلام ده، حتى بتشتروا منها وهي حلوة. انا ما اعرفش هي بتشحن للدول، لا في واحدة قالت لي ان هي ما بتشحنش لليبيا، كان في واحدة عاوزة حاجة وقالت لي ما بيشحنوش لليبيا. فبس ان شاء الله بعد موضوع الكورونا ممكن الدنيا ترجع تتظبط تاني، بس انتوا روحوا لبيان. فهنا انا كنت قاعده بس بقول لكم الالوان بتاعت فكرتوني بمناسبه الورق بتاع جينا كاي، عشان اقول لكم قد ايه ان حته انك تاخدي حاجه من حد دي كارثه. جينا اللي هي صاحبه الشركه كانت مسميه الورق بتاعها ورق لونه بني، كانت مسميه كيسز او شوكليت كيسز. طيب ورق هو والحبر الأسود بتاعه، الحبر البني بتاعه، مين كلمها؟ واحد من شركة هيرشي. طب تعرفين شركة هيرشيز أو بتاعة الشوكولاتة، حيرفعوا عليها قضية أن هي خدت اسم الشوكولات بتاعتهم، عشان هم عارفين الشوكولاتة اللي هي كيسز، خدت الاسم بتاعتهم وحطتها على الورق بتاعتها. فالمحامي قال لها، يجي هي قالت لنا القصة دي، قالت لها المحامي احنا مش قد هيرشيز، لو سمحتي كل الارباح اللي جاتلك عن طريق بيع الورق والحبر اللي بنفس الاسم في الفتره دي كله يترح لهم. وانت بتتكلموا يعني هيرشيز دخلها بالملايين الدولارات، وهي يعني دخلها يعني انا ما اعرفش، بس انت بتتكلمي في كم الف دولار يعني يتيمين، اصل الورق بكم؟ باربعة دولار والحبر بسبعة دولار، بتتكلمي هيدوا لهم مثلا لتسي الف دولار مثلا. هو قال وغيرت الاسم وخلته شوكليت حاجة، يعني غيرت الاسم تماما، ده عشان بس خدت اسم شوكولاتة. أول حتى أنا استغربت وفيها إيه، يعني هم اللي اخترعوا الشوكليت كيسز في سيمز. فعشان كده شوفوا المواضيع قد إيه هنا حقوق الناس محفوظة، فده لازم إحنا برضو نعمله في الدول عندنا، أن ما ينفعش حد يخش ولا حد يسمي حاجة مطرح حد. في حاجة اسمها استئذان، يعني مثلا زي شركة هيرو آرتس اتفقت مع شركة اسمها سويت بوتونيا ان هم يعملوا كولابوريشن. سويت بوتونيا اللي هي واخدة براءة اختراع على الجهاز ميستي دور اللي انا دايما بستخدمه، فاشتغلوا مع بعض عشان يعملوا منتج، كل واحد بياخد ارباح، بس طبعا الشركة الام بتاخد ارباح اكتر. فهي كده، فالبنت دي اللي راحت بعتت اسمها وعملت تكلمي الشركات، بس عن يعني ما اعرفش، في ناس ممكن مش فاهمة الكلام اللي انا بقوله، مش قصدي حاجة وحشة، معلش، أصلا أحيانا ما تشرحي الكلام ده لحد، وأنا اتكلمت مع حد في الموضوع ده، أنت بيقولوا أنت بتقولي إيه، أو إحنا مش فاهمين اللي أنت بتقولي. فالمهم اللي مش فاهم عادي ولا يهمك، مش لازم يعني تركزوا معي في كل الكلام، بس اللي عاوز يعمل حاجة هيركز في الكلام اللي أنا قلته، واللي عنده سؤال أو معلوم أو تفاصيل أكتر يبعت لي على الانستجرام. أتمنى أن أنا متخش في مواضيع جانبية أخرى، خلينا نكمل الهول. كان أوردر من سايمون سيستام، فجبت برضو استيكرات على برضو قطعات. وسايمون سيستام أحيانا بيعمل سيل إن الحاجة بتوصل بدولار، أنتوا متخيلين مثلا من 10 دولار لون دولار كده، اللي هم يعني بس ما تعرفيش إمتى السيل ده يحصل. طبعا صعب أنت كمشترية دولية تعملي كده، بس لو عندك حساب في أمريكا هيبقى الموضوع بيرفكت، ودايما سايمون سيستم بيشحن بسبعة دولار، فالموضوع رخيص. أنا يعني أشجعكم تعملوا حساب في أمريكا لو الخدمة دي متاحة في البريد المحلي عندكم. ودايما القطعات مش ضرورية، هي بتسهل الموضوع، ولكن لو عندك جهاز قصق إلكتروني سكانين كات، بالنسبة لسكانين كات ده أحسن اختراع في العالم، لأن هو بيعمل سكان للصور بتاعتك ويقصها، ومش محتاجة تستخدمي القطعات، لأن القطعات شوية سعرها أغلى من سعر الستامب لأنها حديد ومصنوع للأسف في أمريكا. أمريكا يعني ما حد شركة بيصنع في أمريكا القطعات، بياخدوا أكتر بكتير ما تتصنع في الصين. نرجع بعد كده. جبت المعجون ده، وده معجون فيه او بيديكي شكل طوبي او ملمس طوبي في النهاية. انا كنت جايبها صراحة للرزن، عشان شفت واحدة بتستخدمه بتعمل اطراف الكوسترز بتاعت الرزن باللي هو الستون، اسمه ستون حاجة، فقلت هخليني جبت لون فاتح عشان عايزه اجرب، جبت بس علبة واحدة عشان اجرب اصلا هينفح معايا ولا لا. جبت ويجلي ايز، وده كوبون كود خصم 5 دولار، وده الكوبون لو انتوا عاوزينه مثلا توقفوا الشاشة وخدوا الكوبون وحطوه.
بعد كده دي طلعت مره مره صغيره، دي عشان تفردي فيها المعجون. انا عاده بستخدم الكريدت كاردز القديمه بفرد فيها، ممتازه بصراحه، بس قلت خليني استخدم حاجه كده ايه يعني شكلها لطيف، يعني مش واحده بتستخدم الكريدت كارد. وكانت بالدولار بصراحه، بس ما اعرفش هستخدمها ولا لا لسه، انا ما استخدمتهاش. بعد كده يا الله مره مره حلو ده، ده ابري شاي قديم. انا ما شفته كده من غير العلبه، قلت ده مستعمل ولا فهون لي ده ولا ايه، بس طلع جديد بس من غير كرتونه يعني، بس لقيت الباكجينج او البتاع دي عليه. شكله مره حلو راستك، ده معمول للالتريشن. الالتريشن يعني ايه؟ انك تغيري بقى، انك تلونيه زي ما انتم شايفين في الصوره، حاطين عليه ورد بقى وسلاسل وحاجات كده حلو، وبيتحط ممكن تحطي فيه صورتك، صوره عائلتك، whatever، اي حاجه انت عاوزه تعمليها وتغيري تحطي، بس انا نفس اللون عجبني فما اعرفش هغير اللون ولا لا. طيب بعد كده ايه عندنا ايه يا جماعه؟ ده باكج ده لانفون. ده بقيت الاستار الجديد بتاع لانفون، لان في المحل الاولاني كان نصه اتباع اصلا، فكملت من لانفون من نفس الموقع الرسمي. انتوا لو عايزين تجيبوا حاجات متنوعه يعني، سايمون ستامب هو المكان اللي تروحوه لانه مره منوع، وفي scrapbook.com. هحاول ان انا اشرح لكم الحاجات دي اللي بيبيع ايه في صندوق الوصف، هياخد مني وقت طويل بس مش مشكله لخاطركم. جبت مسطره. بس المسطره اللي عجبني فيها مترقمه بارقام يمكن انا مش عارف انطقها ولا هعرف هي ازاي يعني اسمها ايه، بس مره حلوه يعني. بعد كده جبت قطع على شكل كاميرا، مره متحمسه لها واستخدمتها اوريدي. لما انت مش متابعني على انستغرامي تابعني، انا ما اعرفش اصلا في ناس هتكمل معايا لحد اخر الفيديو ولا تكون زهقت. فتحياتي اللي كمل الفيديو يكتب لي يكتب لي ايه مش عارفه، يكتب لي اي حاجه يقول لي انا وصلت معاكي لاخر الفيديو. ودي بقيه الاكسسوارات الكاميرا. انا anyway انا استخدمتها، صورت الفيديو بس لسه ما عملتلهوش اديتنج، ولازم تشوف الكروت ممكن تروح على الانستغرام. مع بتشتري $60 بيدوكي هدية، ويجيبوا لي هدية عشان أنا طلبت في شهر جون، وأنا يوم ميلادي في شهر جون في شهر 6 يعني، فأدوني هدية ستامب وقطاعة، فمرة شكرا، دي حاجة حلوة أوي. وآخر حاجة جبت قوس قزح أو قوس الرحمن اللي هو الرينبو دي، بتقطعي فأنتي ممكن تقطعيها بقى من كذا ورق ملون معها سحاب، مرة مرة كيوت، وبس لسه ما استخدمتهاش وإن شاء الله بستخدمها قريب. انا عاوزه ميه عشان انا اتكلمت كتير كتير كتير. ايه نيكست؟ انا قاعده بتفرج معاكم بشوف ايه. بقول لكم باي باي. اي ثينك ده اخر حاجه، خلينا نشوف. انا بقول لكم معلش انا كنت قاعده بجرب الكوبيك لون البني. ده قبل الاخير. طيب رجعت طلبت تاني من جيمي اللي هو من ناتو شابي، الإصدار الجديد لترينيتي. ترينيتي من الشركات الجديدة بقالها سنتين، وصراحة أثبتت نفسها وشغلهم مرة حلو، وكل شغلهم مميز ما نلاقوهش يعني في مكان كده تاني. طيب دي طبعا انتوا عارفين انا دلوقتي الترند بتاع صناعة البطاقات اللي هي البطاقات الطويلة او اللي بيسموها سليم لاين كاردز، فهم صراحة أول ناس عملوها، عملوا القطاعات بتاعتها الترينيتي ستامبس، فعملوا بقى ديزاينز مختلفة. دي قطاعة بالونز فيها كذا حجم البالونات، فأنتي ممكن تعملي أشكال مختلفة أو أحجام مختلفة مثلا للبطاقات بالبالون. دي برضو للسلم لاين أو للبطاقات الطويلة على شكل برضو قوس قزح، وبرضو معها بوردر قطاعة حدود شكل سحاب أو غيوم، فبتدي منظر حلو، بس انا لسه ما استخدمتهمش. حاجه دي كلها جديده، ودي برضو كانت بتاعتهم بس دي قديمه شويه، او كانت اصدار يعني هي اصدار السنه دي بس مش عارفه شهر كام، يمكن يعني او فبراير مش فاكره. طيب ايه تاني يا ربي؟ فضل اخر حاجه اي ثينك اوردر ميكست ميديا. يلا يا ايه، يلا يا ايه، بقول لكم ايه يا ترى؟ انا احيانا بترى يعني مش عارفه اسجل لايف ولا اعمل فويس اوفر، برضو قولوا لي في صندوق الوصف تحبوا ان انا اتكلم وانا بصور ولا انا اعمل فويس اوفر كده بالميكروفون.
طيب آخر حاجة بقى من google.com، ده الموقع يا الله دمار، مرة مرة حلو. ده كله ميكس ميديا، أي حاجة في الميكس ميديا هتلاقيها، يعني حتى حاجات أنا يمكن براندات ما عرفهاش يعني. فأنا جبت منتج جديد أول مرة أشوفه، فحوره لكم إن شاء الله. دلوقتي بفتح الباكيجينج، أنا يعني بحاول أفتحه بالراحة لأن شفت كده دببة وحاجات حلوة من تحت، فأنا مش عايزة أخربها، لأن دايما الباكيجينج مش برمي يعني، برجع أستخدمه تاني. فقعد هنا بفتح. طبعا انا اشكر كل واحده واديها حضن كبير وبوسه كبيره ان انتوا قاعدين لحد دقيقه 32 او 29 او الفيديو 32 دقيقه، فاشكركم. دي احبار كحلية، فالناس بقى اللي عاوزه احبار كحلية دي براندز مختلفه ميد ان جيرماني، فانتوا ممكن تجيبوها من الموقع الام في المانيا. انا ما اعرفش حتى اسمها، هي انا ما كنتش عارفه اصلا، انا بحسبها فرنسيه بس طلعت المانيه. يعني ممكن تطلب الموقع الام، هحاول ادور عليه وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف لو بيشحن دايركت، بس انا اوجبه من جوجلز يعني. والحلو في جوجلز دايما بيشيل 10% ديسكاونت او احيانا 20%. انتوا هتشوفوا ان هو مثلا بيقول لك ان سعرها 5 دولار بس احنا بنبيعها ب 4 دولار او ب 3 دولار ونص. مره موقعهم حلو، دايما اسعاره حلوه، مش في كل الحاجات بيقدر يخفض، بس نسبه 60 او 70% كل حاجه عنده مخفضه. يعني انا ما اعرفش، ممكن 10 او 15 او 15% ديسكاونت. فانا متحمسه للالوان، لان هو في مثلا الالوان الشفافه دي مكتوب بلو ازرق واخضر وفضي، طب معنا لونها شفاف، فانا مره متحمسه اجربها على الورق الاسود من جرافيكس، الورق بتاع الاحبار الكحليه. بعد كده عندنا ستام من ارت باي مارلين، تقريبا ده كان ميني ريليس، وارت باي مارلين رسمها حلو، رسمها مميز، وده اللي انا بقوله، اي واحده رسمها حلو بتعرف ترسم حلو لا تتردد ان هي تعمل الستامبس بتاعتها، او انك تعيني تكلمي ناس يصممولك او يرسمولك، زي ما اغلب الشركات كلها بتعمل كده، بيتعاونوا مع رسامين او الستريترز وهم يصمموا لهم تصاميم، بيقول لهم طبعا عموله او على حسب العقد مثلا بيقول ايه. المهم نرجع للرسم، فدي رسمتها مره حلوه. واخر حاجه القطاعه دي انا كان نفسي فيها. وحاجه ثانيه عايز اقول لكم، ارت باي مارلين اسعارها لطيفه اصلا يعني قبل التخفيض، لانها مصنوعه كلها في هولندا تقريبا، حاجه زي كده، فاسعارها مره حلوه رخيصه يعني، مش زي المصنوع في امريكا، عشان كده المنشا الصنع بيفرق. المهم القطاعه دي بتعمل دفتر كفر لدفتر والورق بتاع الدفتر، ان شاء الله لازم اعملها لكم، مره ممتازه، كنت عايزه اجيبها من زمان بس دايما سولد اوت، بتتباع على طول، فالحمد لله عرفت اجيب واحده والحمد لله. أشكركم من كل قلبي مرة تانية أن أنتوا قعدتوا معايا لحد النهاية. حد عنده أي سؤال استفسار سيبولي تحت في اليوتيوب في الكومنت أو بعتولي على الانستغرام. شكرا لكم، بحبكم مرة مرة مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.